زاد ماهر بن ضياف في بيان لكم كنتوا شديدي اللهجة على الحكومة خاصة في الجوانب الاقتصادية وجانب الحوار الوطني، وتعتبروا أنه الشيء اللي قاله مهدي جمعة ولا اللي ناوي يعمله مش متاع حكومته، مش ياخو قرارات جريئة وربما تتطلب وفاق ولا تتطلب حكومة منتخبة ما ينجمش ياخذها، وهذا هو تقييمكم ليه في المجمل؟ لا، هو احنا التقييم هو بشكل إجمالي يجي في علاقة بخريطة الطريق. كان عندنا خريطة طريق سياسية وضحت المعالم، اليوم ولينا نحسوا ان الخارطه السياسيه هذه وقع تركها جانبا، ولا فما حديث عن خارطه طريق اخرى اقتصاديه، وتخوفاتنا من خارطه الطريق الاقتصاديه على اساس ان ربما تكون هناك املاءات باعتبار انه خارطه الطريق الاقتصاديه هذه تخفي في طياتها بعض القرارات اللي يحبوا اعطونا باسم فزاعة انه الوضع كارثي، وهذا فزاعة يحبوا مرونا قرارات مؤلمة في حق الشعب التونسي، وفي الاخر نلقاو الحلقة الاضعف هي الشعب التونسي. نحب نقول انه بالنسبة فزاعة يكذبوا معناها لا الوضع مش حقيقة انه الوضع الاقتصادي الوضع صعب. اليوم السيد حكيم حمودة يصرح انه الوضع صعب في مدينة سوسة، ان الوضع صعب ولكن ماهوش كارثي. احنا شنو نحب نقولوا؟ صعب صحيح ولكن ماهوش كارثي بالمعنى اللي يصوروا فيه بعض الخبراء. نحب نقول اكثر من هذا، انه بالنسبه لحكومه مهدي جمعه في واقع الامر ما يمكنناش باش تحقق نجاحات. علاش؟ لانه القرار السياسي قرار ضروري، وهي حكومه بين ظفرين نوع من الكفاءات او الخبرات. الكفاءات هذه والخبرات نجم تدير شركه، ولكن القرارات الاقتصاديه الصعبه مساله الدعم مساله هذا ما يجيش في حكومات مؤقته نتاع 10 و12 شهر، هذا يجي في اطار حكومات طويله المدى، حكومات دائمه، لانه في واقع الامر القرار الاقتصادي يخفي في طياته قرار سياسي. وهل الحكومه هذه لازم اجراءات لانقاذ الوضع الاقتصادي؟ شو يستنى بعد الاجراءات اللي عملها؟ نجم تستنى البلاد؟ لا، الاجراءات اللي عملها سرعة ما عندها حتى معنى. أنا أعطيك مثلا مسألة هذه التخفيض في التراخيص لشراء العقارات للأجانب. طيب هذا قرار احنا نعرفه، هالقرار هذا شنو يراد منه؟ هل أنه أولوية اليوم في تونس؟ هذا يعني أن هناك نية في التفويض في الرصيد العقاري التونسي بدون استشارة، بدون بحث، بدون أي مشاورات مع أي طرف كان، وهذا خطير. نحن نعتبر أن الرصيد العقاري التونسي هو خط أحمر ما يمكنش تجاوزه. كيفاش نجي اليوم نقول نحن مستهدفين لتبييض الأموال، مستهدفين للإرهاب، ونجي اليوم نقول نرفع التحفظات؟ مش معقول.